دلوقتي هنروح معاكم لفقرة خاصة بقطاع هام جدا، قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية اللي حقق طفرة حقيقية خلال السنوات الأخيرة. ده طبعا نتاج للإصلاحات الشاملة اللي قادها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاقتصاد المصري ومتابعته المتواصلة لخطط هذا القطاع ومشروعاته واهتمامه أيضا بتدليل أي تحديات فيه. هي أنه هذا القطاع حقق إنجازات كبيرة جدا ترجمت لأرقام واتفاقيات ودخول شركات عالمية وحجم كبير جدا من الاستثمارات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من ضيفنا اللي مشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر، الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا حضرتك. طيب يعني من توقف توقيع اتفاقيات من 2010-2013 إلى اكتفاء ذاتي وتصدير وتوقيع اتفاقيات عديدة ولا حصر لها ما شاء الله، تمام، عايز أعرف من حضرتك اللي حصل خلال هذه الفترة. تمام يا فندم، عشان برضو المشاهد يعرف لازم أقارن قبل وبعد إزاي. طبعا احنا 2014 احنا كنا بنشوف حاجة كتيرة جدا. أول حاجة بنشوف ناس بتوقف في توابير عشان موضوع البنزين والسولار، بنلاقي فيه كهرباء قطعت علينا كتير، بنلاقي فيه عندنا ديون متلتلة للشركة الأجنبي أكتر ب 6.3 مليار دولار، تمام؟ عندنا المستثمرين بدأوا يخرجوا من مصر عشان الظروف السياسية كانت ساعتها مش كويسة، لا مستقر. طبعًا دلوقتي كل ده اختلف تمامًا. أول حاجة لو بصينا دلوقتي لموضوع الاتفاقيات، اتفاقيات البترول دلوقتي أكتر من 80 اتفاقية بترول. عندنا الاكتفاء الذاتي تم في موضوع الغاز. احنا عارفين 2018 عندنا اكتفاء ذاتي تماما، احنا كنا بنستورد منتجات بتروليه باكثر من 9 مليار دولار سنويا، تمام، دلوقتي وصل 4 مليار. احنا لسه عندنا ما فيش اكتفاء ذاتي من البترول ولكن عندنا من الغاز. احنا طبعا وطبعا ده يرجع كله الاكتفاء الذاتي للغاز وحقل ظهر، وطبعا حقل ظهر ده طبعا يعتبر قصه الناس كلها بتتكلم عنها، وكان سياده الرئيس هو العامل الاساسي في عمليه الاتشيفمنت في الموضوع ده. صحيح. ازاي حقل ظهر او اي حقل عموما في الديب ووتر اللي حوالي 1300 متر عمق ميه و4 كيلو تحت الارض حفر، ده بياخد له من اول استكشاف لحد الانتاج حوالي من 4-5 سنين. طبعا سياده الرئيس لما وقف يعني عايزين نشوف اهميه الكلام ده كله لازم نحطه على الانتاج، قعد مع رؤساء الشركات شركه الايطاليه وخلى الانجاز بحوالي 28 شهر تقريبا. وده يعتبر قصه يعتبر بتدرس العالم كله ازاي ننجز في الوقت ده كله ونوصل للبيك بتاع الانتاج ل 3.2 في اللي هو اقصى انتاج لحقل ظهر، تمام، وبعد كده يبدا بقى يخش على الشبكه القوميه. كان حقل ظهر تحديدا السيد الرئيس تحدث عنه في المنتدى الاقتصادي على المنتدى الاقتصادي في فكره كمان كيف تدخل انهاء البيروقراطيه من تخصيص اراضي وغيرها من عقبات كانت امامه. ده حقيقي، ده حاجه كتيره جدا طبعا. احنا موضوع الاراضي اللي كانت حوالين حقل ظهر عشان المحطات والحاجات دي كلها طبعا ده موجود جوه البحر جوه، وفي طبعا مسافه لحد الشط ولازم يعمل عمليه معالجه ومحطات وخلافه لهذه الاشياء كله. طبعا ده تم الانتهاء منه في وقت قصير جدا عشان طبعا لازم احنا يكون عندنا اكتفاء ذاتي، لان احنا اوريدي زي ما قلت لحضرتك يعني موضوع البوتاجازات والاسطوانات واستيراد الغاز المسالم من الخارج ده كل ده بيكب الدوله فلوس كتيره جدا، فبناء عليه لازم نجيب سورس للغاز الطبيعي بحيث ان هو يكون بعمليه القضاء تماما على هذا الموضوع. وكان حقل ظهر طبعا لانه بينتج حوالي 40% من انتاج مصر كله، تمام، فده طبعا وطبعا انا احتياطي كبير جدا ضخم 30 تريليون كده مكعب. لو بصينا بحسبه بسيطه كده حقل ظهر يعتبر مجموع حقل اسرائيل وحقل فلسطين وحقول قبرص واليونان كل ده مع بعضه كله بيجيبش حقل ظهر لوحده. طبعا وده طبعا انتاج ضخم جدا وريزيرف او احتياطي من الغاز العالمي حط مصر في المراتب العليا عالميا، تمام، وده طبعا ده مهم جدا. فده طبعا ده كان مهم جدا موضوع الانتاج الضخم اللي هو اللي بيساعد مصر في عمليه الانتاج. طبعا الناس بدات تحس ان ازاي بقت في عندنا اول حاجه في عندنا باصات بتشتغل بالغاز الطبيعي. البيوت كلها دخلت معظمها غاز طبيعي. احنا دلوقتي عندنا 1,200,000 وحده سكنيه سنويا بتدخلها غاز طبيعي، ما كانش ده موجود عندنا. الدوله عملت مبادرات كتيره جدا في هذا القطاع، بمعنى انها قامت بتوصيل الغاز للناس، وحتى لو معكش اي فلوس بتعمل لك مبادرات وتعمل لك عمليه مقايسات مجانيه وبعد كده على الفاتوره الشهريه. طبعا الكلام ده كله الدنيا كلها بدات تحس بيه. طبعا ده موضوع طبعا حاجه كتيره جدا. شركات البترول عموما لما بتيجي تخش تدخل اي مكان في مصر كريموت اريا او استكشاف بتعمل عمليه تمهيد للطرق، بتساعد في مدارس البيوت نفسها، بتعمل مستشفيات. عندنا شركه ايطاليه ادت حوالي 60 جهاز تنفس صناعي في حاله كورونا بيعمل 600 مليون دولار. ده كل ده من ضمن الاتفاقات البتروليه بتتم. وطبعا موضوع الاتفاقات البتروليه عندنا طبعا حاجه مهمه جدا كمان، ان الشريك الاجنبي المديونيات بدات تقل من 6.3 مليار اللي هيوصل ل 0.8 يعني 800 مليون. طبعا ده طبعا وان شاء الله 2030 كل ده هينتهي تماما. فده معناه ان الحاجات كلها اختلفت. الشريك الاجنبي لما بدا يبدا مدينياته خلاص انتهت، بدا يجي شريك جديد
احنا طبعا ظهر عندنا طبعا شركه اكس موب ايطاليه وشركه شيفرون وبترونس وخلافه كاوبريتورز ما كانوش موجودين قبل كده في عمليه الحفر والانتاج. طبعا ده كله ده لما لقوا ان سات الرئيس بتدخل في كل هذه الامور وينهى هذه الاشياء بنفسه تمام وحريص على استرداد الديون لهذه الشركات ده مهم جدا. في حاجه مهمه جدا كمان جدا موضوع المحطتين الغاز اللي سالها بتوع الغاز في اكتوبر طبعاً. كانوا مقفولين تماما. عندنا اسرائيل بدات ترفع لنا قواضي دوليه عشان الغاز التصدير وخلافه. عندنا في شركات الاخرى زي فرنسا وخلافه دلوقتي كل ده بقت تشتغل الحمد لله بالطاقه ال 100% بالطاقه الكامله للمحطات، وبالتالي ده شجع المستثمرين ان هم يجوا يقوموا بعمليه الحفر والانتاج والاستثمارات الضخمه وذات الاتفاقيات عشان بدا في عندنا هذه الاشياء والامان والانتاج. فده طبعا ده مهم جدا. فطبعا الـ 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 لو الانسان بص قبل وبعد الحمد لله رب العالمين احنا في عمليه رخاء وفي عمليه تصدير لاوروبا تصديرات دوليه للغاز، وده مصر طبعا لها رانكينج عالمي في هذا الموضوع دلوقتي ان هي اوروبا بتعتمد اعتماد كلي على الغاز اللي هو بتصدر ليها، وده طبعا شيء كويس جدا حسب للدوله. طيب ازاي شفت كمان يا دكتور الطفره اللي حصلت في قطاع البترول والغاز الطبيعي تحديدا ودلاله توقيع اكثر من 80 اتفاقيه بتروليه جديده مع شركات عالميه، كانت ايه وانعكاسها على الدخل القومي المصري تحديدا؟ عظيم. زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان احنا ما كانش في عندنا اتفاقيات بتروليه، دلوقتي بقى عندنا حوالي اكثر من 80 اتفاقيه بتروليه تمام، وادى الى عمليه دخول شركات لاول مره في هذا القطاع، زي مثلا شركه اكسن موبل شركه شيفرون. عندنا الدوله برضو يعني ذكيه جدا الوزاره، بمعنى ايه؟ عندنا غرب المتوسط دلوقتي لم يمثل بعد، عندنا ان شاء الله يبقى في يعني كميه ريزيرف احتياطي ضخمه في غرب المتوسط، ان احنا كنا اللي اشتغلناه كله في شرق المتوسط هو حق الوزاره، لسه عندنا في غرب المتوسط ولسه عندنا في البحر الاحمر. الدوله ادت زي دايركت اوردر للشركات اللي لها باع في هذا الحفر في الحاجات العميقه زي شركه مثلا اكسن موبل وشركه شيفرون، فادت لهم دايركت اوردر انها تكون بعمليه وشل تكون بعمليه الاستكشاف في غرب المتوسط، ودي طبعا لشيفرون وبتروناس وبدل جاي في وشركه مبادله برضك الاماراتيه في البحر الاحمر. طبعا ده كله ده طبعا هيؤدي الى زياده الاستثمار في مصر، لجذب المستثمرين هيكون بضخ استثمارات مليارات الدولارات في الانفستمنت. احنا عندنا حقل زور لوحده اكثر من حوالي 13 مليار دولار كانفستمنت في حقل زور، لو احنا عندنا حقل ظهر اخر في غرب المتوسط ده طبعا شيء وارد اكيد جدا، لان طبعا حوض البحر المتوسط فيه 200 تريليون قدم مكعب من غاز كاحتياطي عالمي، وده طبعا لا شهد به المنصات العالميه بهذا الكلام، وبالتالي ده طبعا هيجذب استثمارات ضخمه للدوله، وبالتالي ده هيؤدي الى تحسين الاقتصاد، زياده العماله، وجود زيادة الصناعات القائمه على البتروكيماويات اللي هي جايه من الغاز اللي هنتكلم عنها ان شاء الله. كل ده طبعا مهم جدا ويفيد الدوله ويصب في عمق الاقتصاد الدولي. اكيد يعني جذب استثمارات يا فندم، ده الى جانب زي ما حضرتك قلت بعد انقطاع للكهرباء بقى عندنا وفره في الكهرباء، بقينا كمان عندنا خطوط ربط كهربائي مع دول عديدة، حتى فكرة التحول حتى تحول منظومة النقل بقى نقل ذكي كهربي وأيضا بالغاز، فليها انعكاسات عديدة. طيب عايز أكلم مع حضرتك دلوقتي عن صناعة البتروكيماويات، تمام، أهميتها وإيه التطور اللي حصل فيها؟ تمام. فانا صناعه البتروكيماويات انا دايما اقول كده في برنامج يعتبر الحصان الاسود لمصر في الفتره القادمه، بمعنى ايه؟ صناعه البتروكيماويات في بلاد كتير جدا بتكون صناعه البتروكيماويات على الغاز وفي على البترول وفي الفحم، احنا مصر ركزنا على البتروكيماويات على موضوع الغاز. ليه؟ لان احنا انتاجنا من الغاز دلوقتي كان 7.2 وصل 6.6 تقريبا، ورجع ان شاء الله البيك بزياده الاكتشافات، ولكن الماده الخام لصناعه البتروكيماويات هو الغاز. طبعا احنا عارفين البتروكيماويات بدخل فيها صناعات اكثر من 150 صناعه، بياخد الغاز طبيعي بيحوله للمواد الاوليه زي اسرين وبولي اسرين، وبعد كده ناخده بعد كده بنصنعه في الملابس في السيارات في البويات في كل جميع انواع الايه الاشياء اللي بنشوفها كلنا في عندنا في الطبيعه في الحياتيه، هي بتصور قائمه على البتروكيماويات. في عندنا مصانع كثيره جدا تم في عهد الرئيس افتتاحها زي مصنع مثلا موبكو في دمياط اللي هو بيعتبر اكبر مصنع في انتاج الاسمده ويقوم بتصدير كميات رهيبه الى اوروبا وافريقيا كل العالم. في عندنا مصنع ايثيتكو في اسكندريه. طبعا عندنا في مصانع كثيره جدا دخلت في المنظومه بحيث ان احنا في الاخر خلاص نكون بتعظيم القيمه المضافه لكميه الغاز الموجوده عندنا. احنا عندنا غاز كثير جدا، الاكتفاء الذاتي عندنا الحمد لله رب العالمين، في عندنا وفر بنصدر لاوروبا وبناخد جزء منه، ان احنا لازم نستعيد ان نكون بتكويه القيمه المضافه طبعاً. في عمليه الصناعه ديت. وليه القيمه المضافه؟ لان احنا قلنا قبل كده لو احنا صدرنا الغاز الخام تمام هيبقى طبعا احسن لنا كتير 10 مرات واضعاف ان احنا نكون بعمليه تصنيع البتروكيماويات ونجيب المنتج النهائي ان احنا نكون بتصديره،
تمام؟ وبالتالي طبعا ديت الدوله الترند عليها، عندها خطه لحد 2030 انها تقوم بزياده المصانع اكبر من 14 مصنع بتروكيماويات، وده طبعا ده شيء كويس جدا يحسب للدوله. في عندنا مصانع ستقام في المنطقه الصناعيه بشراكه صينيه وخلافه، تمام، وفي صناعات كثيره جدا تحت الدراسه بحيث انها تقوم بالاستفاده وتعظيم القيمه المضافه من الغاز، وده طبعا هيعظم الاقتصاد الدولي، هيعظم طبعا وجود مصانع، هيوفر عماله كثيره جدا للناس، هيوفر عمله صعبه جدا للناس. ولكن دايما بقول كده لازم نقوم ب في البتروكيماويات بالذات لازم نحصل على المنتج النهائي. ما ينفعش اقول مثلا يعني حاجه انزيميد اللي واخد مثلا عنصر تحوله زي اسيلين او بولي اسيلين، لازم احصل مثلا على المنتجات النهائيه كتصنيع عشان ابدا بعد كده اصدر المنتج النهائي للخارج، وده هيعود عليا ب طبعا ارباح كبيره جدا للدوله. واحنا اهم حاجه احنا عايزين نبدا نوصل ل 100 مليار دولار تصدير سنوي، تمام، فلازم من بترول وغير بترولي، فده كله الترند بتاع الدوله انها تقوم بتعظيم هذا الكلام. نعم دكتور، عاوز اعرف من حضرتك اهميه انشاء مركز معلومات رقمي متكامل لقطاع البترول تحديدا، واين البحث العلمي من كل ما يحدث في تمام قطاع البترول. الدولة طبعا كان عندها استراتيجية كبيرة جدا انها تمشي في كل الاتجاهات. اول حاجة البتروكيماويات، ذات الاستكشافات، ذات الدخل القومي واحلال الغاز، وفي نفس الوقت برضو تعمل حاجة اسمها الرقمنة او الاي يو جي جيت. عندنا حاجة اسمها الاي يو جي اللي هو عبارة عن ايجيبت ابستريم جيت، تمام، ده عبارة عن منصة في تيم كامل من الوزارة بيقود هذه المنظومة. هدفهم كل التيم ده ايه؟ ان هم يقوموا بعملية تحويل كل المابز والاناليسز الموجودة في الحقول البترولية، ولو في اي مناقصه مثلا مناقصه هتتم بعد كده بيحطوا كل الداتا فيها ديجيتايزد ورقمنه، بحيث لو حد عايز مثلا من امريكا او من اوروبا شركه معينه انها تكون بعمليه تدخل البيد راوند وتدخل المناقصه المعينه ديت، يبقى في حاله هيخش بباسورد معين بعد ما يدفع الفيز، ان هو يقول لك والله بالظبط ديت انا خلاص عرفت كل البيانات بتاعتي، عرفت الريزلت في استيميتس، بدل ما يجي بقى هنا وياخد موافقات ورايح جاي، فده مع عمليه تسهيل لعمليه الحصول على هذا. مش كده كمان، ده الفريق ده بالذات يعني انا طبعا متقرب لهم شخصيا، بستشيره في بعض الاشياء انا شخصيا في هذه الاشياء، بيقوموا بعمليه فيزيت او عمليه تحليل لكل ابار مصر دلوقتي، لكل حقول مصر دلوقتي، وبالتالي هيجمع كل هذه البيانات عشان يبقى عندنا داتا بيز محترم، ونبدا نعمل عمليه المناقصات في مواعيدها بحيث انها تشجع الدوله على عمليه بيع وعمليه البيد راوند للشركات الكبرى التي تدخل في هذا الموضوع. طيب لو هنتكلم عن القيمه المضافه زي ما حضرتك اتكلمت، فكره القيمه المضافه لصناعه البتروكيماويات نقطه مهمه جدا، ودايما سياده الرئيس الحقيقي يعني مهتم جدا بفكره القيمه المضافه للصناعات بالنسبه لنا. عايز اعرف من حضرتك صناعه البتروكيماويات احنا عشان نقدر نعظم الاستفاده منها زي ما حضرتك اتكلمت، وان احنا نقدر بالفعل نصدر برقم كبير زي ما حضرتك تحددت، لازم كان يبقى في تاهيل عشان نقدر نقيم هذه المصانع ونقدر نصنع منتجات بجوده عاليه ومن ثم نصدر. تمام، فعايز اعرف من حضرتك ايه اللي حصل؟ اللي حصل طبعا حضرتك ان احنا اول حاجه زي ما قلت حضرتك عشان اخش في البتروكيماويات لازم يكون في عندي خام طبيعي اللي هو الغاز، ان انا اكون بعمليه ادخاله في صناعه البتروكيماويات. فاحنا الحمد لله رب العالمين الهدف كله كان عمليه انتاج الغاز وزيادته، فاحنا عندنا خلاص زودنا الغاز من الى 7.3 كان اقل من كده بكتير جدا، دلوقتي وصلنا ل 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز، وبالتالي ده طبعا ده كان العامل الرئيسي او الاساسي لعمليه زياده الايه، عمليه الدخول في صناعه البتروكيماويات. طيب انا عندي انتاج ضخم، يبقى لازم اكثر المصانع بتاعتي عشان الكباستي بتاعتي كلها اللي هي موجوده عندي من الغاز دي تدخل وابدا اصنعها، فعامل عمليه زياده، يبقى في خطه ان انا ازود المصانع. عندنا خطه لحد 2030 بزياده 14 مصنع، وفي مصانع كمان دلوقتي هتكون في المنطقه الصناعيه وهذا الكلام. طيب خلاص، يبقى بجانب كده كان يبقى لازم اعمل اداره بالعماله، يبقى خلاص يبقى انا عندي في دلوقتي في عندي المنتج وعندي اوريدي المصانع، ولازم بقى العماله عندي، لازم طبعا عندنا العماله، عندنا الحمد لله رب العالمين عندنا عماله مدربه على اعلى مستوى في بتكون بعمليه ارسالهم للخارج او عمليه وجودهم في عمليه الشركات الضخمه، لان طبعا عمليه دايما المصانع والحاجات دي كلها بتيجي بشراكات اجنبيه وبعض الناس اللي عندهم خبره في هذا القطاع، ويبدا عمليه المشاركه ما بينهم وبين بعض، وبالتالي ده عنده هيؤدي الى عمليه تبادل الخبرات ما بينهم، وبالتالي ده في الاخر هيؤدي الى منتج نهائي يستطيع انه ينافس ايه السوق العالمي. تمام، فطبعا احنا مش جداد في هذا القطاع، احنا الحمد لله عاملين لنا مصانع ولنا باع كثيره جدا في الحقول وفي البترول وفي البتروكيماويات، وبالتالي الدوله بتحرص دايما جدا انها تكون بعمليه انها تسبق في هذا، عشان كده ده الحصان الاسود اللي احنا بنراهن عليه بحيث ان احنا ننافس العالم. على فكره السعوديه في هذا الكلام، الامارات في هذا الكلام، الكويت في هذا الكلام، والناس طبعا للاسف طبعا عندهم انتاج غاز وعندهم انتاج بترول،
احنا قلت لحضرتك البتروكيماويات من البترول والغاز والفحم، الصين بتستخدمه في الفحم وخلافه، انما احنا كان مركزين في هذا الغاز. فعشان كده السيد الرئيس عايز القيمه المضافه للغاز. صحيح. ان انا اكون بحصل على البتروكيماويات، القيمه المضافه للغاز ان انا اكون باحلال السيارات واشتغلها بالغاز عشان احافظ على احنا ثاني اكسيد الكربون. احنا فين كان عندنا كوب 27 العالم كله بيعاني. ممكن يا دكتور ايضا دكتور ثروت فكره الظروف الحاليه هي ظروف يعني توفر لمصر مناخ ايضا جيد للتصدير، تصدير الغاز تحديدا في ظل الازمه الاوكرانيه الروسيه ومعاناه الدول الاوروبيه من نقص في امدادات الغاز، وربما يعني هو ايضا الاتجاه الذي تعمل عليه مصر الان، وهو ما اكد عليه مرارا وتكرارا في كافه المحافل الدوليه بان مصر على اتم الاستعداد لضخ الغاز للدول الاوروبيه لمعاناه هذه او لقضاء هذه الازمه التي تعاني منها الدول الاوروبيه. على اي حال بنشكر حضرتك دكتور ثروت راغب استاذ هندسه البترول والطاقه، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. نورتي.